حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج ومحمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن أبي إسرائيل قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصوم